في حاجة يعني مفارقة، أو هي مش مفارقة، هي دي ترتيبات القدر. إنه مصر امبارح كانت بتحتفل بالعيد الذهبي للقوات البحرية، وفي الاحتفال المهيب اللي حصل امبارح مصر كانت بتحتفل بالعيد الخمسين. على فكرة القوات البحرية متأسسة من قبل كده بكتير، متأسسة من أربعينات القرن الماضي، لكن ليه بنحتفل بالعيد الخمسين؟ ده ذكرى أكبر عملية شرفية قامت بها القوات البحرية، وهي عملية إغراق المدمرة إيلات. فالقوات أو جيوشنا المصرية أو عقيدتنا تحتفل بذكرى ذكريات الانتصار أكتر من ذكريات التأسيس. لما نشوف مع بعض دلوقتي فيديو احتفاء القوات البحرية، تعالوا نفتكر حتى من ضمن الشعار اللي بيقولوه دايما، يقولوا كده ان احنا وحوش في البحر، نسور في الجو، والقصة اللي دايما احنا بنشوفها في قواتنا المشرفة في كل مكان، انه احنا مكملين الطريق، وانه كل استعداد وكل تجيش هو ليه سبب وهدف. ولما نشوف انه جوه في مشاكل كبيرة، نعرف انه حماية السواحل الطويلة جدا لمصر، ساحل البحر المتوسط، البحر الاحمر، قناة السويس، بكامل مصر بقت يا جماعة يعني ذات ساحل واحد زي ما كان بيقول جمال حمدان. فحماية ساحل الكبير بتاع مصر يستدعي اننا نكون بنفتخر، واننا بنشوف كل تطوير وإحياء واحتفال من هذه الاحتفالات هو بمثابة رد اعتبار لكل موقف صعب بيعدي علينا، وكل ما نراه أنه غلبة لظلمة الإرهاب، أنه في الحقيقة لا، أنه الغلبة دائما لقوة وعقيدة وإيمان، وطن وراجيش. تعالوا نشوف احتفال.